عندكم عاملين كفايه مثلا اللي يشتغلون؟ لو تعتمدون مثلا على مقاول مثلا؟ لا لا ما عندنا مقاول. احنا حمله التنظيفات طبعا مشكور محافظ بغداد بوظيفته كمحافظ بغداد والسيد مدير بلديات بغداد تقدم لنا حمله تنظيفات حنا حال باقي البلديات. عندنا يعني عندنا مشكله انه العمال ما يكفون، لكن احنا ما نلقى عمال، مو لان هم حالتهم غنيه وما يشتغلون. بس احنا عندنا نظام الماستر كارد. اها. ونظام الماستر كارد يتعارض مع رواتب الرعايه الاجتماعيه. اها. ولكون النهروان معدمه ولكون الناس اغلبها تقدم على الرعايه فكل عندها رواتب رعايه. فمن صار ماستر كارد عامل تنظيفات صار بين خيارين، اما يترك حمله التنظيفات او يترك راتب الرعايه. فهو يقول لك انا قاعد ببيتي وعندي راتب رعايه، المن رايح البلديه وجوز يبطلوني وجوز ما اقدر اشتغل. وجوز 10,000 مو؟ 13 13,000 13,000. فاحنا نحتاج عمال اكثر لكن لا يوجد عمال. يعني فتحتوا باب التقديم؟ عندي اعلانات هسه ادز لك اياها على تليفونك، ملينا هالقد ما ندز اعلانات، نريد بس ناس تشتغل. سواق نحتاج زين. سواق كابسات وكذا. ساحبات نعم. انت تعرف يعني ممكن بلديات بغداد دعمك، المحافظ دعمك، بس ما تجيب لك واحد من غير منطقه، بس كراويه اكثر من فلوس راتبه خطيه يعني. فنحتاج من المنطقه.